السلام عليكم. جتني فكرة مجنونة. موضوعنا اليوم عن الإبداع والأفكار المجنونة. لما نتكلم عن الإبداع دائما يجي موضوع الأفكار، لأن هي بذرة الإبداع، والتسويق له علاقة قوية مع الإبداع. فالتسويق يبدأ بصناعة الفكرة. طيب نتكلم شوي عن الأفكار. يقول الكاتب آرثر سي كلارك إن الأفكار تمر بثلاث مراحل. أول شيء يسخرون من فكرتك، يطنزون عليها، صاحي أنت وش هالفكرة دي؟ وبعدها يقولون الفكرة كويسة لكن ما تسوى. وآخر شيء لما تنجح الفكرة يقولون لك شفت كيف قايل لك الفكرة كويسة. خلونا ناخذ مثال سناب شات، هذا اللي الحين قاعدين نستخدمه، فكرة مجنونة. انتوا لا تشوفونها الآن، ارجعوا بالوقت قبل كم سنة. تخيل ارسل لك صورة وبعد 10 ثواني تختفي. لا يا شيخ صاحي. اليوم طبعا تقدر الظاهر سناب شات بأكثر من 10 مليارات، والحسبة عليكم. تقول يونغ ميمون استاذة التسويق في هارفارد ان الافكار العظيمة في نشأتها ما تفرق بينها وبين الافكار الغبية والمجنونة. كم منكم لو عنده فكرة غبية أو مجنونة يكتبها حتى قبل لا يقول عنها للناس، يكتبها بس. غالبا الأفكار العجيبة والغريبة نعرضها للنقد الذاتي قبل لا حتى تتنفس. يعني حنا نقتل أفكارنا قبل لا حتى الناس تقتلها. الناس جاهزة بتقتلها كذا كذا، بس حنا نقتلها قبل بعد. طيب بس كيف تقتل الأفكار؟ تعرض للنقد المنطقي. يعني يجيك يقول يا أخي بس منطقيا ما تجي. مثال طالب اسمه فريد سميث كان في جامعة ييل، كتب ورقة فيها فكرة في أحد الكورسات. بحسب القصة تقول أن الأستاذ جاء قال له أعطاه درجة سي أو جيد. ليش؟ قال له أن الفكرة جيدة لكن غير عملية. تعريضها للمنطق. اللي صار ان فريد سميث كان مؤمن بفكرته وصنع شيء كلكم اليوم تعرفونه. فريد سميث صنع فدكس. نعم فدكس. فدكس بدأت كفكرة غير منطقية في فصل دراسي. عاد انا دائما استخدم المثال هذا حق طلابي، اقول لهم شوفوا اذا ما عجبتني الفكرة ما عليكم مني، اذا انتم مؤمنين فيها do it. يقول لاري بيج حق جوجل، إذا أنت مو قاعد تشتغل في شيء مجنون، إذا أنت قاعد تشتغل في الشغلات الغلط. دع الأفكار تتنفس من هواء الإبداع. تصبحون على خير بأفكار مجنونة وموفقين.